مساء الخير أعزائنا المشاهدين. اليوم حتكلم عن حموضة المعدة في رمضان، خصوصاً بعد وجبة الإفطار. في كتير من الصائمين بيشعر بحرقة وألم في المعدة. نتكلم بالبداية عن أسبابها. هو عدم مضغ الطعام جيداً والاستلقاء والنوم بعد وجبة الإفطار مباشرة أو السحور مباشرة، وأيضاً تناول أكلات الحمضية وخصوصاً التوابل. وبدي أتكلم هلأ عن كيف نقلل من الشعور بالحرقة والمعدة بعد وجبة الإفطار. أولاً شرب الماء الدافئ، حتى أنه الماء البارد يساعد على زيادة حموضة المعدة. عدم شرب كميات كبيرة من الماء بعد وجبة الإفطار، خصوصاً أنه الماء يساعد على التخلص من أثار الحمض الموجودة في المعدة ويسهل سرعة خروج الطعام من المعدة. تقليل الشعور بالحرقة والحموضة في المعدة، عدم الاستلقاء أو النوم مباشرة بعد وجبة الإفطار أو السحور، وممكن عند النوم نضع مسند خلف ظهرنا عشان ما يزيد رجوع الحمض من المعدة للمريء ويسبب لنا الحرقة والحموضة. ممكن عدم شرب المشروبات الغازية، تقليل شرب المشروبات الغازية، المشروبات الحمضية مثل عصير الليمون والبرتقال، وتقليل بعض المشروبات مثل النعناع، ممكن كلها تسبب حموضة. باستبدالها ممكن ببعض المشروبات مثل التمر الهندي، الخروب، عصير التوت والقرفة، ممكن هذه تقلل الشعور بالحموضة في المعدة. تقليل تناول الأطعمة الدسمة مثل السمبوسة، وأيضا ممكن نستبدل الفواكه بدل الحلويات الدسمة. التمر بسبب حموضة بسبب احتوائه على نسبة عالية من السكروز. المكسرات بتحتوي على نسبة عالية من الدهون، ممكن تسبب زيادة في حموضة المعدة. ممكن ناخذ السلطة اللي تحتوي على الخضروات الورقية الخضراء، بتقلل من الشعور بالحموضة. تجنب الأطعمة الساخنة جدا أو الباردة جدا اللي بتزيد من الحموضة، وتقليل من التوابل، الأطعمة الدسمة كالسمبوسة زي ما ذكرنا والبهارات. عدم الاستلقاء والنوم مباشرة بعد تناول كل وجبة، وشرب الماء بعد كل وجبة مباشرة. نتمنى لكم صيام مقبولة، صحتين وعافية. باي.